الفنانة هنا الزاهد بقالها فترة على حساباتها على السوشيال ميديا بتروج لمسلسلها الجديد اللي باسم حلوة الدنيا سكر، اللي بتقوم فيه بدور شخصية اسمها مريم، وبتنشر صور وفيديوهات من كواليس المسلسل اللي بتشارك في بطولته مع عدد كبير من الفنانين الكبار. وآخر حاجة نشرتها هنا الزاهد عن مسلسلها الجديد كان فيديو صغير ليها وهي لابسة الحجاب، وعلقت عليه: استنوا شخصية مريم من مسلسل حلوة الدنيا سكر، من أكتر الشخصيات اللي بحبها، يا رب تعجبكم. الفيديو حاز على إعجاب عدد كبير من الجمهور وحقق نسبة مشاهدة عالية جدا، وبدأ المتابعين لهنا الزاهد على صفحتها يشجعوها على اتخاذ خطوة الحجاب في حياتها. الجدير بالذكر ان دي مش اول مرة هنا تثير الجدل بكواليس من المسلسل. كانت المرة الاولى بصورتها وهي حامل وبطنها كبيرة، الصورة عملت ضجة كبيرة والناس افتكرتها حامل فعلا، لحد ما هي علقت على الصورة وكتبت: مسلسل حلوة الدنيا سكر. ومن جانب اخر هنا الزاهد بتحضر برضو لفيلمها الجديد اللي هيكون باسم في عز الظهر، وهتقوم بشخصية بنت اسمها ساندرا، هتقع في حب زعيم العصابة الدولية حمزة اللي بيجسد دوره الفنان مينا مسعود. وقالت هنا في أحد تصريحاتها إن شخصية ساندرا شخصية جديدة ومختلفة عن أي حاجة قدمتها قبل كده، وشاركت هنا الزاهد جمهورها بصورة ليها مع مينا مسعود على حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها: مبسوطة إني بشارك العالمي مينا مسعود في فيلم جديد، إن شاء الله يعجبكم.